طبعا الملف الأخير بهالفصل هذا يعني بهالمقرر هو التحكم بسرعة محركات التيار المستمر أو ما يسمى speed control of DC motor. نحن في عنا طرق متقدمة للتحكم بسرعة المحركات، ولكن حتى تدرس أنت دائما الشيء المتقدم لازم تدرس الشيء الكلاسيكي. أنت لا يمكن أن تميز أو تعرف المزايا التحكم المتقدم لحتى تأخذ فكرة عن التحكم الكلاسيكي، تمام؟ فهذا الشيء اللي رح نتعرف عليه من خلال هذا الملف. طبعا بالنسبة للمحرك الكهربائي بيتحدد بناء على نوع الحمل الميكانيكي ومدى السرعة المطلوبة ومدى صعوبة التحكم في السرعة. نعرف نحن المناطق الأربعة الأربعة، نحن درسينا الربع الأول والثالث هو الموتورينج، والربع الثاني والرابع هو البريكينج أو الفورورد. هذا كلياته بده يلزمنا. تعال حتى نبدأ مباشرة بتحكم بمحرك بسرعة محركات الدي سي التفرعية. طبعا أول شيء في عندي عدة طرق للتحكم بالسرعة. من هذه الطرق مثلا استخدام مقاومة موصولة مع المتحرك. إذا استخدام شو؟ مقاومة موصولة مع المتحرك. وممكن استخدم مقاومة موصولة مع التهيج، وممكن اتحكم عن طريق جهد المتحرك. إذا في عندي عدد من الطرق، يعني هاي الطريقة الأولى وهي الطريقة الثانية وهي الطريقة الثالثة، لكن أنا يعني رح استعرض أهم الطرق كيف آلية التحكم وشو مزايا كل طريقة. أول شيء رح نتعرف على استخدام مقاومة متغيرة مع المتحرك. هاي هي إدارة المحرك يا شباب، هاي هي إدارة المحرك. المتحرك هذا هو، هاي هي مقاومة الإقلاع، عفوا مقاومة المتحرك. هاي هي شو؟ هاي المقاومة ليست الهدف منها الإقلاع، إنما الهدف منها تنظيم السرعة. طبعا في عندي هون دائرة التهيج، وفي عندي مقاومة لتنظيم تيار التهيج، وعندي مقاومة لتنظيم إيش؟ تيار التهيج. إذا يتم تنظيم السرعة عن طريق فتح وإغلاق تماسات الواصلات. كلمة الواصلات يعني الكونتاكتورات، عن طريق الكي واحد والكي اثنين والكي ثلاثة، مما يغير من قيمة المقاومة، وبالتالي تتغير المقاومة الكلية في دائرة المتحرك. طبعا عند حمل معين السرعة تتغير بقيمة المقاومة. بزيادة قيمة المقاومة، شوف، بزيادة قيمة المقاومة التسلسلية بيزيد هبوط الجهد عليها، هبوط الجهد على المقاومة بيزيد. شو بيصير هذا الأمر؟ بيخفض السرعة. لماذا؟ أنا بقول لك ليش. هلا أنت هون مثلا مطبق 220 فولت، مظبوط؟ هاي ال 220 أنت عم تطبقها على المتحرك. فإذا أنت استطعت تطبق كامل ال 220 هنا، فسرعة المحرك رح تكون أكبر ما يمكن. لكن إذا أنت جيت وصلت مقاومات على التسلسل، فرح يصير هبوط جهد وليكن مثلا 25 فولت. فهون ال 220 رح تصير 195 فولت، صح؟ هاي 195 فولت معناتها رح تخفض قيمة السرعة. إذا معناتها كلما زاد عدد المقاومات التسلسلية الموصولة مع دائرة المتحرك، كلما أدى ذلك إلى انخفاض السرعة بسبب هبوط الجهد على مقاومة المتحرك. طبعا جميع المنحنيات تنطلق من نقطة واحدة اللي هي إيش؟ سرعة العمل على فراغ، لأن سرعة العمل على فراغ لا تتغير. أحمد، سرعة العمل على فراغ لا تتغير. هل ما هي مزايا هذه الطريقة؟ أولا بساطة التصميم، إمكانية الحصول على مزايا الإقلاع والتحكم بالسرعة، تعطي سرعات أقل من السرعة الإسمية، لكن في لها عيوب.
شو العيوب؟ زيادة التكلفة، لأنه بدك تحط مقاومة إلى، وبدك كونتاكتورات كمان، زيادة الضياعات في مقاومة تنظيم السرعة مما يقلل من مردود النظام ككل. إذن زيادة الضياعات. إذن أنت ممكن يجيك سؤال بالامتحان اشرح باختصار طريقة تنظيم السرعة باستخدام إضافة مقاومة موصولة على التسلسل مع المتحرض مع الرسم، وما هي المحاسن والمساوئ. مطلوب منك ترسم هذه الرسمة، مطلوب منك هذا الشرح، مطلوب المساوئ والمحاسن، ثم تأتي إلى المنحني. هذا هو. لاحظ يا أحمد، كلما زادت مقاومة المقاومة، هلا هون أول منحني أو أول شكل ما في أي مقاومة خارجية، هاي الـ RA. هلا هون بلشنا نزيد مقاومات، كل ما زدنا مقاومات شو بيصير بالسرعة؟ تنزل. يعني أنا هلا إذا رفعت هيك هيك بهالشكل، مزبوط؟ جيد من أجل قيمة لـ R2 هاي السرعة، من أجل قيمة لـ R1 هاي السرعة، من أجل RA هاي السرعة. فبلاحظ كل ما زادت قيمة المقاومة، هلا عندك الـ R2 أكبر من الـ R1 وأكبر من الـ RA. أحمد، الـ R2 هي المقاومة الكلية زائد RA، أكبر قيمة تربط عليها بشكل، تماما. وبالتالي السرعة بتكون هون بتصغر. السرعة شو بيصير فيها؟ هلا إذا أنت رفع أي نقطة هون، أي عمود، فبتلاحظ إنه أي نقطة على هذا العمود، على هذا المنحني أو المنحني الصناعي، السرعة بتكون إيش؟ قليلة. تنطلق هذه المنحنيات كما ذكرنا من نقطة واحدة اللي هي سرعة العمل على فراغ. هذا المنحني كلياته هو مميزة السرعة مع العزم. السرعة الرأسية. مميزة شو؟ السرعة مع العزم. السرعة مع العزم. هلا شو في عم يقول لك؟ تجدر الإشارة أنه يمكن استخدام مقاومة الإقلاع أو جزء منها في عملية تنظيم السرعة. يعني ممكن المقاومة اللي أنا بدي أضيفها على التسلسل يكون جزء منها أو يكون إلى وظيفتين، ممكن أنا أستخدمها بحالة الإقلاع وبنفس الوقت بستخدمها لشو؟ تنظيم السرعة. بنجي على الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أني أوصل مقاومة متغيرة مع ملف التهيج، مع ملف التهيج، تمام؟ هذه الطريقة الهدف منها أني أتحكم بالسرعة عن طريق التحكم بالفيض. هلا أنا إذا وصلت على التهيج أو وصلت مقاومة مع التهيج، شو الهدف منها؟ أني أتحكم بالفيض. بتحكم بمين؟ بالفيض. فهي من الطرق البسيطة قليلة التكلفة. توصل مقاومة التنظيم مع ملف التهيج، ويتم عن طريقها التحكم بتيار التهيج، وبالتالي التحكم بالفيض المغناطيسي. بهذه الطريقة يمكن أن نحصل على سرعات أعلى من السرعة الإسمية للمحرك. أنت إذا خفضت الفيض تحسن ترفع السرعة أعلى من سرعة المحرك، هي اسمها منطقة تضعيف الحبل. لكن هذا يتسبب في نشوء القوس الكهربائي، يعني ممكن يعرض المحرك للخطر وحدوث مشاكل ميكانيكية نتيجة زيادة السرعة. إذا أنا فيني زيد السرعة فوق السرعة الإسمية. طبعا هذا الحكي موجود في المحركات التي تستخدم آلات الرفع أو الجر. أحيانا تدخل بالحالة اللاخطية وبيزيد عندي، وبضطر أن يزيد السرعة أعلى من السرعة الإسمية. حتى زيد السرعة أعلى من السرعة الإسمية يجب أن أقوم بتخفيض الفيض. شو لازم ساوي؟ خفض الفيض. بس في خطر. لا في خطر، أنا أقول لك في خطر. ما هي يعني خلينا نقول ما هي مزايا هذه الطريقة؟ من مزايا هذه الطريقة
انه كلفة منخفضة، سهلة التصميم، مردود جيد لان الضياعات قليلة في دارة التهيج. هلا انا بدي اسالك سؤال انت ما سالتني اياه يا احمد. هلا انا بالطريقة السابقة اللي هي مع ملف المتحرض وبالطريقة الجديدة مع ملف تهيج، في الحالتين استخدمت مقاومة. شو الفرق بين ليش بالطريقة السابقة كانت الكلفة عالية وليش بالطريقة هاي كانت الكلفة منخفضة؟ علما انه الطريقتين عم يستخدموا مقاومة. ما فهمت علي السؤال. لا خفض الفيض، بس شو خفض الفيض؟ عن طريق التحكم بتيار التهيج. بس ليش هون، ليش هون الطريقة ما هي مكلفة؟ ليش هونيك مكلفة وهون مش مكلفة؟ نفس انت فهمت السؤال؟ نفس الدارة نفس الوظيفة. لا، نفس طريقة التحكم. نفس التحكم. بالطريقة الأولى عم بستخدم مقاومة. بالطريقة الثانية مقاومة. طب ليش بأول طريقة بالطريقة الأولى كانت الكلفة منخفضة وليش بالطريقة الثانية صارت، عفوا الكلفة عالية وليش بالطريقة الثانية صارت منخفضة؟ سؤال وجيه ما هيك؟ مو سؤال وجيه. السبب في ذلك يا صديقي العزيز انه بدارة المتحرض التيار هو تيار الحمل، فبالتالي بمر تيار كبير، وبالتالي لازم تحط مقاومات استطاعية. اما بدارة التهيج بالاساس تيار التهيج صغير، يعني تيار المتحرض ممكن يكون 20-30 امبير، بينما تيار التهيج بيكون نص امبير. فانت معناتها بدارة المتحرض بدك تحط مقاومة استطاعية، أما بدارة التهيج بتحط مقاومة إيش؟ عادية صغيرة. تماما. فلذلك هذا هو السبب. أما مساوئها لهي الطريقة، عدم قدرتها على الحصول على سرعات تحت السرعة الإسمية، ما بتحسن، وعدم الاستقرار عند السرعات العالية لأنه بدي يدخل المحرك بحالة، يعني بدي يصير عندك هوني عم تخفض الفيض وبترفع السرعة، فهذا بيعمل لا خطية أكبر. لكن يفضل هنا، يفضل هنا أني إذا أنا بدي أتحكم بهذه الطريقة أني ما أرفع السرعة أكثر من 1.5 مرة من السرعة الإسمية. لأنه ليش؟ رح يؤدي لمشاكل ميكانيكية وممكن تتكسر بعض المحاور أو المساند الموجودة. طيب تعال نشوف الـ يعني الـ الرسم الخاص بهذه الطريقة. لاحظ معي أولا الخلاف عن الطريقة السابقة، أنه هون كل منحنى عم يطلع من نقطة مختلفة عن النقطة الأخرى، يعني لا تخرج جميع المنحنيات من نقطة واحدة اللي هي سرعة العمل على فراغ. صح الكلام ولا لا؟ كل نقطة عم تطلع بشكل مستقل، يعني المنحنيات مستقلة عن بعض البعض. أما في الحالة السابقة كانوا كلهم عم يطلعوا من نفس إيش؟ نفس النقطة. تمام. هلا هون شوف، كل ما كبرت المقاومة، كل ما كبرت المقاومة بتكبر السرعة. إلك عكس هذيك الحالة. هلا شغل واحد، شوف أحمد، R1 أكبر من R2 أكبر من R3. طبعا إذا جيت أخذت هوني عمود من أجل نفس القيمة للعزم، من أجل نفس القيمة للعزم R1 هي أكبر سرعة، يعني مثلا هون، هون هاي النقطة، شوف هاي السرعة الأولى صح، هاي السرعة الثانية وهي السرعة الثالثة، مين أكبر؟ السرعة الثالثة. السرعة الثالثة التي تقابل الآر واحد يلي هي أكبر الكل. إذا هون كل ما كبرت المقاومة، كل ما كبرت المقاومة شو صار بالسرعة؟ شو بيصير بالسرعة؟ تكبر. تكبر. لأنه أنا بقول لك ليش؟ لأنه أنت عم تكبر المقاومة. أنت عم تكبر المقاومة. شو عم بيصير بتيار التهيج؟ أحسنت، عم يقل. شو عم بيصير بالفيض؟ الفيض طالع بالتيار، عم يقل. شو علاقة الفيض مع السرعة؟ الفيض مع السرعة، أنا بعرف أنه الـ M تساوي
CE أو القوة المحركة الكهربائية عفواً. CE. الإي الإي ساوي CE بفاي بN. معناتها الN تساوي E على CE بفاي. إذا دارت المتحرك تركناها مثل ما هي والمحرك عم يدور بسرعة معينة مثلاً أنا عم نفس الجهد ونفس الحمل معناتها الإي أنا تقريباً ثابتة. نقصان الفيض شو يعني؟ زيادة السرعة. وأنا من شوي قلت لك ممكن زيد السرعة أعلى من السرعة الإسمية عن طريق تخفيض الفيض المغناطيسي. الفيض في المحرك مثل الفرامل، كل ما زدت الفرملة بتقلل السرعة. أنا مخفض لك عشان تزيد السرعة. تماما. طبعا هون يعني يعطيك العلاقات. شوف عم يقول لك زيادة المقاومة تؤدي لانخفاض التيار، تنخفض قيمة الفيض، الفيض سيؤدي لانخفاض قيمة القوة المحركة الكهربائية التي ستؤدي لزيادة التيار، يعطيك معادلة التيار ويعطيك معادلة العزم. تمام؟ مثال، شو رأيك ناخذ مثال؟ أحمد يعطيك محرك دي سي تفرعي، توتره يعطيك 240 فولت. طبعا انت هوني انا انصح يا احمد انه انت بالفحص لو ما قلت لك بتروح بترسم الرسمه، شو عم بقول لك؟ محرك تفرعي مزبوط، فانت مباشره ترسم هيك وهي هوني عندك ملف تفرعي، هذا ملف تفرعي صح، هذا محرك تفرعي، هي 240 فولت الجهد، مقاومة التهيج 100 اوم، مقاومة الملف هذا 100، الار اي 4% اللي هي هون في الداخل 4%. اعطينا نسبة السرعة. او بيقول اوجد قيمة المقاومة التي يجب اضافتها على التسلسل الى ملف التهيج، معناتها انا هون بدي افترض انه في عندي مقاومة. هي هون بدي اضيف انا مقاومة متغيرة، تمام؟ لزيادة السرعة من 1200 إلى 1500. معناتها أنا لأني بدي أضيف مقاومة، شو بدي يصير بالسرعة؟ بدها تزيد. إذا بدي أضيف مقاومة معناتها بدها تزيد. وذلك عندما يكون تيار المتحرض 200 أمبير، إذا أنا من التيار المتحرض هون عفته 200 أمبير. طيب منجي لهون، هلا عم يقول لك تيار المتحرض 200 امبير، انت هون معناتها القوة المحركة الكهربائية قبل الزيادة تساوي القوة المحركة الكهربائية بعد الزيادة، على اعتبار انه انت شغلك بالتهيج وليس في دارة المتحرض. الـ E1 هي عبارة عن IF1 بN1 يساوي IF2 بN2. طبعا هون الفيض يعني هوني الفيض بيتناسب مع اي اف 1 والفيض اي اف 2 بسميه فاي 2 بيتناسب مع اي اف 2 بيتناسبوا مع بعضهم البعض، صح الكلام ولا لا؟ هلا بحسب اي اف 1 الجهد على المقاومه الاولى طلع معي، هلا بدي التيار الثاني يعني بعد الزياده باخذ هاي النسبه من هاي العلاقة، صح الكلام ولا لا؟ إذا معناتها الـ IF2 هو IF1 بN1 على N2، الـ IF1 2.4 أمبير، صح الكلام ولا لا؟ N1 هي السرعة قبل الزيادة، هي شو؟ السرعة قبل الزيادة، هي السرعة قبل الزيادة 1200، على السرعة بعد الزيادة 1500 تطلع معك 1.92 أمبير. قسم الجهد على التيار، قسم الجهد على التيار، الجهد هون يضل ثابت، تطلع 125 أوم. إذا هاي المقاومة اللي أنا بدي أزيدها. طيب أو الكلية معناتها آر الإضافية. الآر الجديد ناقص عليه. تمام. شو رأيك؟ كثير حلو. هاي طلب في مسألة هاي طلب في مسألة وليست مسألة.
إذا أخذنا طريقتين، طريقة التحكم عن طريق إضافة مقاومة على التسلسل مع دارة المتحرك، وطريقة إضافة مقاومة عن طريق التحكم بدارة التهيج. الآن عن طريق التحكم عن طريق جهد المتحرك. أنا بدي روح، بما أنه الجهد إذا كبرته بتكبر السرعة وإذا صغرته بتصغر السرعة، ففيني أنا أتحكم بجهد المتحرك. التحكم بجهد المتحرك الحقيقة في تقنيات كتير، في تقنيات كتير، تمام؟ فأنا ممكن أني أمن هذا التحكم بطرق إما كلاسيكية أو بطرق متقدمة عن طريق خصوص الإلكترونيات الصناعية. صار في عندي تقدم في هذا الموضوع، فأنا فيني أتحكم عن طريق أبسط طريقة، وهي طريقة معروفة وقديمة لكن لم تعد مستخدمة، هي طريقة وورد ليونارد. شو اسمها؟ وورد ليونارد. هاي طريقة قديمة طبعا، هاي بيروحوا بيستخدموا فيها مجموعة مولد محرك. شو بيستخدموا فيها؟ مولد محرك. هاي تكلفة عالية حكينا عنها، ويمكن شفنا من خلال انه يغذى المحرك عن طريق مولد مقاد بسرعة معينة، وانا بروح بتحكم بالسرعة فبيغير من قيمة الجهد على خرج المولد. اذا انا عندي مولد عم بتحكم بسرعته، معناته الجهد اللي عم بحصل عليه من المولد بيتغير، هذا الجهد المتغير عم بتحكم بسرعة محرك. تمام. طريقة قديمة ولم تعد مستخدمة، لكن عيوب هذه الطريقة مثل ما قلنا الكلفة العالية. الكلفة شو؟ العالية. معروف نحن عنا انه بتكبر الجهد بتكبر السرعة، بتقلل الجهد بتقل السرعة. لذلك انت ارفع عمود من هون بتلاحظ انه كل ما كبر الجهد شو صار بالسرعة؟ بتزيد. هذا هو بالنسبة للتحكم بكل الطرق الثلاثة اللي حكيناها، هي التحكم بالمحركات التفرعية. شو نوع المحرك؟ تفرعي. أما بالنسبة للمحرك التسلسلي ففي طرق كتير. من هذه الطرق أولاً استخدام مقاومة متغيرة مع المتحرك مثل الطريقة الأولى السابقة. طبعاً رح أعتمد على هذه العلاقة. صح الكلام ولا لا؟ ليش هدول المقاومات أنا حطيتهم؟ الار اي هي عبارة عن مقاومة المتحرك، والار اف هي عبارة عن مقاومة التهيج لأنه تسلسلي، والار ار هي القيمة الإضافية، المقاومة الإضافية. المقاومة الإضافية مقاومة التنظيم التسلسلية. تمام. تكرار نفس الكلام بالمحرك التفرعي، انه انت كل ما زدت قيمة المقاومة شو بيصير بالسرعة؟ بتنخفض، لأنه على التسلسل مع المتحرك. لا، شو بيصير هون؟ هون ملف التهيج على التسلسل، معناتها هون كل ما زدت المقاومة تنقص السرعة. تنقص السرعة هون لأنه ملف التهيج تسلسلي. طبعا ممكن أوصل الحل الثاني، إني أوصل ملف على مقاومة على التفرع مع ملف التهيج. يعني شلون؟ أنا برسم لك إياها. هاي عندك هون محرك تسلسلي، هذا ملف تهيج أو مقاومة ملف تهيج أو ملف تهيج، هذا هو تسلسلي مظبوط. طبعا هون تسلسلي بدك تغذي هون هاي جهد زائد ناقص. شو بتساوي؟ بتروح توصل مقاومة على التفرع. يا أحمد، مقاومة على التفرع. فهون تعتمد سرعة المحرك على الفيض المغناطيسي فاي، وبالتالي على تيار تهيج اللي هو نفسه تيار الحمل. فلذلك هون التحكم في قيمة تيار التهيج لا يتأثر إلا عندما توصيل مقاومة على التسلسل مع ملفات التهيج. صح الكلام؟ هلا أنا بدي أسألك سؤال يا أحمد، إذا أنت بدك تتحكم بتيار تهيج
شو بدي يختلف معك انت؟ شو بدك تحسن تغير؟ اذا وصلت مقاومة تسلسلية التيار اللي عم يدخل نفسه التيار اللي عم يطلع. بالتسلسلية اذا بدك تحكم بتيار التهيج بتحط مقاومة على التفرع مشان تقسم التيار. تمام؟ بحيث يمكن تغيير تيار التهيج عن طريق المقاومة. الحل الثاني، انا بدل ما اوصل مقاومة على ملف التهيج بروح بقسم ملف التهيج نفسه، بقسمه قسمين. ممكن انا اروح هيج نص الملف، قسم من الملف، قسم من الملف. ممكن انا هيج نص الملف. يعني شلون؟ انا بقول لك شلون. هلا جيت رسمت هون، وهذا عندك هون، هاي طبعا هون، هون هذا جهد. شو هذا؟ جهد ناقص زائد. انا شو بساوي يا احمد؟ بروح باخذ من هون تفريعه هيك، تفريعه معينه. بصير انا مثلا بغير طريقه توصيل ملف التهيج نفسه. يعني مثلا بدل ما توصل هاي النقطه بجيب هاي النقطه بجيبها لهون هيك، بجيبها لتحت. فصار التيار كيف بده يسري؟ بياخذ نص ملف التهيج هيك طريقه سهله. معي لما انك معي؟ اذا معناتها انا بكون لغيت نص التهيج. هذا اسمه التحكم بعدد اقطاب ملف التهيج. اذا انا ممكن اقسم قسمين او اكثر، ممكن اوصل فرعين مع بعض، ممكن اوصل فرعين على التسلسل على التفرع. اذا معناتها استطيع ان يعني اغير بالطريقه اللي انا اراها ايش مناسبه. معي لما انك معي؟ بعد ما تطور طبعا العمل وصار عندنا التحكم يعني فيه، صار في تحسن في الموضوع، صار التحكم عن طريق المقومات اللي هي دارات التقويم اللي اخذناها، الديودية والثيرستورية. فصار اسمه controlled rectifiers او ما يسمى دي سي chambers. الشابرز اخذناها، البك والبوست. يعني على سبيل المثال، مثلا فيني اخذ مقاومات احادية الطور مقادة. مثلا شوف، هل هذا محرك؟ شو نوع هذا المحرك يا احمد؟ هل هو تسلسلي تفرعي؟ بزعل منك، هذا مستقل. هذا مستقل. التغذية لملف المتحرض هي هي، والتغذية لملف التهيج هي هي. فأنا بدل ما أطبق كامل الجهد هاد بروح بدخله على مقوم. المقوم بيعطيني قيمة وسطية حسب اللي أنا بدي إياها. يعني هلا هوني فايرستور، فحسب زاوية القدح. فمعناته أنا مثلا ممكن يكون هذا 220 يطلع معي هوني بالخارج 50 فولت. ممكن لما ممكن تمام. وهون نفس الشيء تهيج، بدل ما اطبق 220 فولت تهيج بروح اطبق مثلا 25 فولت على الخرج، هون على الخرج. فاذا هذا مقوم ممكن استخدم. هلا سؤال، كيف المقومات؟ انا ممكن استخدم مقوم من ناحيه المتحرك، ممكن استخدم مقوم من ناحيه التهيج، ممكن استخدم مقوم نصف متحكم به. يعني شلون؟ يعني هو مقوم جسري. المقوم الجسري فيه اربع عناصر او اربع يعني مثلا ثايرستورات، ممكن ديودين بثايرستورين. يعني انا بتحكم فيه جزئيا، بتحكم فيه شو؟ جزئيا. اذا حسب اللي انت، اذا ممكن يكون نصف موجي مقاد، ممكن موجي مكامل لكن نصف مقاد. يعني أربعة عناصر ولكن ديودين بثايرستورين. ممكن مقوم موجي كامل مقاد بالكامل، يعني أربعة ثايرستورات. ممكن مقوم مزدوج مثل هاي الحالة اللي شرحناها، هذا مقوم مزدوج اسمه.
احمال. هلا مثلا القياده عن طريق مقوم نصف موجي مقاد، انت بيهمك جهد الخرج على المقوم، لانه خرج المقوم هو دخل لمين؟ للمحرك. هاي العلاقه مر عليك قبل هالمره شلون؟ لا هاي استنتجناها في دارات الالكترونيات الصناعيه بالتقانات. هاي استنتجناها يا احمد، احمد هاي استنتجناها. مضبوط هالحكي؟ لا هاي مقوم نصف موجي من طرف المتحرك. من طرف التهيج اذا استخدمت نصف موجي بيصير بحط نفس العلاقه، واذا استخدمت موجي كامله الاثنين بتروح. هذا هو. ليش حطيت دايود المسار العكسي؟ مشان طبعا لما بتنعكس هون القطبية مشان ايش؟ حماية. ممكن عن طريق مقوم موجي كامل نصف مقاد، يعني مثلا نصف ثايرستور ونصف دايودات. طبعا هاي تستخدم باستطاعات اكبر من 15 كيلو وات. الجهد الوسطي على التهيج وعلى المتحرك، هي هي العلاقات. هذا هو. شوف نصف مقاد ثايرستورين وعندك هون ديودين. الحكي صح ولا لا؟ هاي مسألة، يعني مسألة فيما نحلها. خلينا نشوف هالمسألة شو رأيك؟ يتم التحكم بمحرك تيار مستمر ذي تهيج مستقل عن طريق مقوم احادي الطور نصف مقاد في دارة المتحرك. إذا بدارة المتحرك نصف مقاد وآخر في دارة التهيج. منبع التيار المتناوب 208 فولت، تردد 60 هرتز. الـ RA مقاومة التهيج يعطيك إياها، ثابت الجهد للمحرك يعطيك إياها. عزم الحمل 75. هلا رح نستفيد منها بعد شوي نشوف. لا هلا بنحكي عنه. السرعة 700 RPM. احسب زاوية القدح في دارة المتحرك إذا كان تيار التهيج أقصى ما يمكن. إذا كان تيار التهيج أقصى ما يمكن معناتها الألفا إف بدارة التهيج تساوي إيش؟ الصفر. أقصى ما يمكن بدارة التهيج معناتها أنت الألفا كلها يا ترى. تعال نشوف. بنحسب عزم الحمل، هو نفسه عزم المحرك. الـ VM جذر 2 في القيمة المنتجة، مظبوط؟ الأوميجا 2 BN على 60. أقصى قيمة لتيار التهيج تحدث عندما تكون زاوية القدح في دارة التهيج صفر. حطيت علاقة جهد التهيج المقوم وعوضت الكوساين الصفر واحد، مظبوط؟ طلع معي الـ VF 187، قسمته على ار اف طلع معي التيار. الاي تساوي كي اي بي اوميجا بي اي اف، هذا هو ثابت العزم الا القوه المحركه. هذا حطيت الفي اي، هي العلاقه بيجي بعوضها في علاقه طرف المتحرك تطلع معي زاويه المتحرك. وضحت؟ عم يقول لك ما هي اقصى سرعه يمكن الحصول عليها عن طريق جهد المتحرك؟ انه الالفا اي تساوي صفر. الفا اي شو تساوي؟ صفر. لا عفوا، هون هون صفر، مظبوط. بتعوض وين؟ صفر بهاي العلاقه. احمد تطلع معك قيمه الفي اي. بس القوه المحركه بحسبها من اول وجديد. السرعة تقسم القوة المحركة على ثابت بضرب اي اف، والان تساوي 60 اوميجا على 2 بي، لانه الاوميجا تساوي 2 بي ان على 60. هلا عم بيقول لك بدك تزيد السرعة الى 1400 ار بي ام. نرجع لهون، اقترح الطريقة المناسبة لزيادة السرعة.
واحسب القيم التي تغيرت. لزيادة السرعة يتم عن طريق تيار التهيج، تمام؟ إذن هون العزم المتولد سيقل نتيجة تيار التهيج. أنا بدي السرعة 1400، صح؟ بحسب قيمة الأوميجا الجديدة، بحسب الإي الجديدة، الإي طبعا الإي ما تغيرت هون نفسها بالأساس، هي نفسها ما تغيرت. الآي إف هي إي على كي بي أوميجا، الأوميجا هون صارت بناء متعلقة بهي نفسها هي. الآي إف حسبناها، حسبنا الفي إف، طبقنا بالعلاقة. إذا الألفا إف بدها تتغير، بدها تزيد الألفا إف. طلعت معي 36.3 درجة تي دي كي اي بي اي اف بي اي اي، طبعا طلعت معها. طيب في سؤال؟ بكفي هدول المسألتين اللي أعطيتك إياهن حاليا، هدول المسألتين مع النظري اللي أعطيناه بكفوا هدول اليوم. هلا ممكن بكرة أعطيكم آلات، بعطيكم محاضرة آلات ممكن ومحاضرة لهاي لنشوف شلون تيسير أمرك.